السلام عليكم ورحمة الله. طوبى لغزة، طوبى لغزة إذ تزف بنصرها نصر الشعوب ونصر كل غيور. طوفي بأرض الخير يا طير الفداء، ولتنثري في القدس طيب زهوري، بكل المحبة والابتسامة المشرقة من وجه طفل ينبع وينبلج كفجر جديد في قطاع غزة، ليحمل الأمل والبشرى إلى هذه الشعوب التي لطالما سمعت عن الهزائم. نبدأ لقاءنا بالأمل والتفاؤل، وموعدنا في دمشق وبغداد وتونس وفي سائر أرجاء عالمنا العربي مع بشريات الخير التي تهل على هذا العالم بالخير والإطلالات المفعمة بجلال الواقع وأيضا بجلال التحديات الإيجابية والفعاليات التفاعلية ما بين قطاعات المجتمع والأمة الواحدة. بكل المحبة نلتقيكم ونبدأ معكم بعد الفاصل، فأهلا بكم معنا. ندوة خاصة وقراءة هامة لازمة. السجلات العثمانية حقائق التاريخ وشواهد الواقع المنبلجة من هذه الحقائق التاريخية. ندوة تخصصية تتحدث عن أهمية السجلات التوثيقية وآثارها، وعلى وجه التحديد سجلات الطابو والملكية. الطابو وسجلات الملكية التاريخية، قراءة هامة نطرحها بعد قليل. في عالم الفنون التقليدية العربية والإسلامية، فن التذهيب والفنون التقليدية التركية من الخط العربي والإيبرو والتذهيب ونحوها من الفنون الأخاذة، قراءة في معرض إبداعي اشتمل عليها بإذن من الأساتذة الكبار. جماليات اللوحات وعظمة هذه الفنون نطرحها على حضراتكم بعد قليل في الألوان السبعة. ونبدأ بملف قراءة التاريخ من خلال سجلات الأرشيف الخاص بالإمبراطورية العثمانية. هذه الإمبراطورية التي امتد حكمها على ثلاث قارات، ثم بعد ذلك تشظينا وتشرذمنا إلى دويلات صغيرة، كل دولة باتت تفتقر إلى مثل هذه السجلات الأرشيفية وسندات الملكية. ربما لو أعدنا قراءة هذه السجلات لتعرفنا على كثير من أصول الإشكاليات القائمة، وربما لو تفرسنا في هذه الوثائق التي تعد بآلاف الدفاتر والسجلات الأرشيفية لعرفنا حقيقة ما يجري اليوم. السجلات الخاصة بالملكية وسجلات الأرشيف العثماني حاضرة معنا من خلال ندوة أيضا أقيمت في تركيا، ويسعدنا أن نتحدث عنها مع أستاذ مختص في جامعة الفاتح الأستاذ الدكتور محمد إبشيرلي. أهلا وسهلا بكم معنا أستاذنا في برنامج الألوان السبعة. شكرا جزيلا. سنبدأ معكم حضرة البروفيسور، ولكن بعد أن نطلع مشاهدينا الأكارم على هذه القراءة المبدئية مع ضيوفنا الكرام الذين يتابعوننا عبر شاشة التركية، نتابع سويا الأرشيف العثماني وسجلاته والطابو وسندات الملكية. تراث الأرشيف الثقافي للدولة العثمانية، وإدارة هذا التراث ودور أرشيفات سندات الملكية أو الطابو ونحوها، كل هذه الموضوعات يتم تناولها في مؤتمر دولي، المؤتمر الدوري حول إدارة التراث الأرشيفي الثقافي في الجغرافيا العثمانية ودور أرشيفات سندات الملكية، ينظم في إسطنبول. تكلم عن سندات الملكية العثمانية في هذه الندوة رجال العلم من أكثر من 20 دولة. الدولة العثمانية إمبراطورية عالمية وصلت مساحتها إلى 24 مليون كيلومتر مربع، والآن هناك 34 دولة صغيرة وكبيرة أسست على أراضي هذه المساحة. يتم تنظيم الندوة من قبل وزارة البيئة والعمران والإدارة العامة للأملاك والعقارات، وتهدف الندوة الدولية إلى التعريف بالتراث الأرشيفي الثقافي الموجود حالياً، جل التراث الأرشيفي العثماني في تركيا، وجزء آخر يتم الحفاظ عليه في الأرشيفات والمكتبات بالدول التي كانت تحكمها الدولة العثمانية على أراضيها. في الندوة ستقام وظيفة تاريخية هامة عبر عرض كل التفاصيل للقيود القديمة التي تحوي الكنوز الأرشيفية التي انتقلت إلى تركيا من طرف الدولة العثمانية.
تتكون الأرشيفات العثمانية لسندات الملكية من آلاف الدفاتر والوثائق، ويتم تقديمها لخدمة الباحثين. هذه الوثائق تحتوي على السجلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والديمغرافية لقرابة 30 دولة في 3 قارات. تتكون الأرشيفات العثمانية لسندات الملكية أو الطابو من آلاف الدفاتر والوثائق، ويتم تقديمها لخدمة الباحثين. هذه الوثائق تحتوي على السجلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والديمغرافية لقرابة 30 دولة في 3 قارات. وربما فن الأرشفة وعالم الأرشفة كان إبداعيا بصورة كبيرة في ظل الدولة العثمانية، وهذا ما سنوجهه إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد إبشيرلي، أستاذ التاريخ في جامعة الفاتح. أهلا وسهلا بكم مجددا. حضرة البروفيسور، الدولة العثمانية اهتمت بالأرشفة كوسيلة للحفاظ على التراث والحضارة. الأرشفة حتى للمسامير التي تمت إعادتها بعد أن استخدمت في بناء المساجد، أرشفة لكل شيء في الدولة. ونحن اليوم نتحدث عن سجلات الطابو والملكية الخاصة بأراض وجغرافيا واسعة جدا لإمبراطورية امتدت على 3 قارات. كيف تنظر إلى هذا الأمر أستاذنا؟ نعم، الدولة العثمانية إذا نظرنا إليها نجد أن عندها كان أرشيفا منظما، والدولة العثمانية هي بجانب إلى دولتان في العالم هما إنجلترا و الدولة العثمانية، وهناك دولة أخرى لديها أرشيف كبير كدولة العثمانية. لماذا يوجد أرشيف كبير منظم في الدولة العثمانية؟ لأن الدولة أرادت أن تكون عادلة، أرادت أن تكون الجوهر البيروقراطي فيها منظما، وإذا افتقرت الدولة إلى مثل هذا الأرشيف فإن الدولة لن تستطيع أن تتحكم بالمحاكم التي تكون في الدولة، ولن تستطيع أن تفرض العدل في هذه الدولة والمساواة. لذلك جميع هذه الأمور تم جمعها في أوراق ووثائق، وتم تجميعها في وثائق. هذا ما نقوم به في هذا الشهر من ندوة سجل سندات الملكية لدراسة هذه الأمور. نعم أستاذنا الكريم، هذه الندوة وفق يعني البحث الذي أجراه فريق العمل، نحن نتحدث عن ندوة تمت برعاية من وزارة البيئة والعمران بهدف التعريف بالأرشيف العثماني، إضافة إلى الإدارة العامة للأملاك الموجودة هناك، وهناك تفاعل مع الجامعات وكثير من الخبراء والمختصين في هذا الجانب. إذن نحن نتحدث عن ندوة تهدف فقط وأساسا إلى التعريف بهذا الأرشيف. ما فائدة أن نتعرف إلى الأرشيف اليوم؟ ما فائدة أن نفتح هذه السجلات والدفاتر الأرشيفية الكبرى أستاذنا الكريم؟ نعم، الدولة العثمانية كما قلنا هي دولة كونية، هي كانت تضم حوالي 30 دولة من البلقان ومن القوقاز ومن العرب. هذه الدولة أيضا في السنوات 350 الأخيرة حكمت هذه الدول جميعها، ولديها الأرشيف الذي عمره 550، يعني هذا الأرشيف موجود حتى قبل فتح الكثير من الدول مثل بلغاريا وغيرها. إذن هذا التاريخ ممتد لمئات السنين، لذلك أي بحث في هذا الأرشيف سوف يستطيع الحصول من خلاله على معلومات تاريخية قديمة جدا. العثمانيون كما نعرف أنهم لم يأخذوا الأرشيف من المناطق التي انفصلوا عنها، فمثلا الإنجليز أخذوا الأرشيف في الموجود في الدول التي تحررت من الحكم الإنجليزي وأخذتها إلى لندن، أما الدولة العثمانية فلم تأخذ الأرشيف المتعلقة بها من الدول التي انفصلت عنها مثل ليبيا وبلغاريا وغيرها. لذلك هذا الأمر مهم جدا بالنسبة لهذه الدول، تستطيع استخدام هذه الأرشيف، ونحن هنا نريد أن تتكامل هذه الأرشيف، أن تجتمع هذه الدول وأن تتكامل هذه المعلومات، وبالخصوص على وجه الخصوص سندات الملكية الطابو كما يسمونها العرب،
هذه الأراشيف موجود مركزها في إسطنبول بشكل كبير، وموجود أيضا في أنقرة، وموجود في بعض الولايات التركية. إذن هنا نحن نتحدث أستاذنا الكريم عن آلاف الدفاتر وسجلات الطابو، لا نتحدث فقط عن عدد بسيط، نتحدث عن آلاف الوثائق الأرشيفية، أرشيفات هائلة جدا. هذه الوثائق لو تم كشفها والتعرف إليها من قبل الباحثين والدارسين عمليا، نحن أمام قراءة جديدة للتاريخ، وأمام قراءة جديدة للواقع ولفهمنا لهذا التاريخ. كأستاذ للتاريخ في جامعة الفاتح أستاذنا الكريم، أود أن أسألك حقيقة في هذا الأمر، اليوم عندما نتحدث عن هذه الكنوز الأرشيفية الكبيرة الموجودة بين أيدينا، هل يمكن لنا أن نوظفها قانونيا؟ هل هي مرجع قانوني معتمد؟ هل يحتج بها في المحاكم كوثائق ملكية طابو رسمية؟ نعم، هذا السؤال جميل جدا، أشكرك عليه. يمكن أن أجيب عليه بشكل الأول. المحاكم التركية دائما ترجع إلى هذا الإرشيف وتستخدم الخبير الذي يفهم في هذا الإرشيف. فمثلا هذه الأراضي في أرض روم لمن تعود؟ في إسطنبول هناك وقف أرض موقوفة لمن ومنذ متى؟ لذلك هذا الأمر مهم بالنسبة لإسطنبول، فالأمور الحياتية ترجع إلى هذا. فمثلا أحدى الجزر تعتبر اللي هي غوكشادا أو جزيرة غوكشا، هي عائدة لأحد السلاطين. المافيا ادعت أنها أراضي عائدة لخزينة الدولة، وإذا كانت عائدة لخزينة الدولة فإن استصلاحها وإحياءها سيكون أسهل وأستولي عليها، لكن كونها وقف لا تباع لا تشترى لا تستملك. فهذه المحكمة استمرت لعشرين سنة وأكثر، وفي السنوات الأخيرة تم إعلان أنها أرض وقف لا يمكن لأحد أن يتمكن عنها. الجواب الثاني، أريد أن أقول ليس بعض الأحيان اليونسكو وبعض المحاكم الدولية وديوان العدالة الدولية هناك مشاكل بالنسبة للجزر، مثلا بين قطر والبحرين، وهنا لا يوجد حل سوى الإرشيف، سواء كان قبل 200 أو سنة أو 300 سنة. هناك قيود تتعلق بهذه الجزيرة، هل هي للبحرين أم لقطر؟ وهذا الأمر أيضا كان بزمان صدام حسين. صدام حسين كان لديه دليل في الأرشيف أن الكويت كانت مقاطعة في العراق وأنها جزء من العراق وأن له الحق في أن يعود لها، وهذا ما أثبته من خلال الأرشيف. ولو نظرنا إلى القيود نجد أنه صحيح، ولكن الدولة أصبحت دولة مستقلة وهناك أمور. إذن حينما نتحدث عن المحاكم والمرافعات القانونية في تركيا وفي بعض المحافل الدولية مثل اليونسكو، فإن الأرشيف يحمل صبغة قانونية مهمة وأحيانا تكون حياتية لها الفيصل في حل هذه الأمور. وهنا أستاذنا الكريم يعني يعود كثير من الباحثين عمليا إلى الأرشيف العثماني للوقوف على هذه القضايا، واسمح لي أن أكون صريحا، كثير من الباحثين اليهود الذين يأتون من أرجاء المعمورة تحت أسماء ومسميات وجنسيات عديدة يبحثون عن أي حق لهم في فلسطين، يعودون إلى الأرشيف العثماني حتى يحاولوا أن يجدوا لهم أي شيء هناك. ومع الأسف كثير من الباحثين سواء من فلسطين أو من خارج فلسطين لا يأتون إلى الأرشيف العثماني. كثير من الدول العربية عليها أن ترسل وفودها البحثية عمليا إلى الأرشيف العثماني للوقوف على كنوز معرفية حقيقية ربما تتصل بالديموغرافيا، ربما تتصل بالسياسة، بالجغرافيا، بالصراعات القبلية التي كانت موجودة، بكثير من القضايا التفصيلية الهامة جدا. أستاذنا الكريم، ما أود أن أطرحه عليكم عمليا بواقع خبراتكم أستاذنا كأستاذ للتاريخ، حصلتم على درجة البروفيسورة في التاريخ أنتم وأمثالكم أستاذنا الكريم من المؤرخين الأتراك، لم تبحثوا هذا الموضوع داخل تركيا، كانت هناك مشاركة من 32 خبيرا من تركيا وخارجها من 23 دولة، هذه ندوة عالمية عملاقة، لماذا أقمتم هذه الندوة وكيف كان حجم التفاعل وشكله عمليا؟
نعم بداية أنا أريد أن أشكو شيئا. للأسف أن إخواننا العرب بدأوا هذا العمل بشكل متأخر بعد الإنجليز واليابانيين والأمريكان. هؤلاء بدأوا قبلنا بسنوات عديدة، ولكن إخواننا العرب والجامعات العربية مثل في السعودية وغيرها بدأت هذا الأمر متأخر. أنتم ابدأوا، قال دائما قالوا يقولون لنا أنتم ابدأوا ونحن نمولكم، لكن كنا نقول لهم هذا ليس الحل. الحل ابعثوا لنا طلابا عرب، ابعثوا لنا طلابا يقرؤون هذا الأرشيف يتعلمون. فمثلا هناك الكثير من الطلاب الذين بدأ يتم تدريسهم عندنا وعملوا فوق كان لدي طالب اسمه إدريس بدأ بدراسة مثلا حول الأرشيف العثماني في فلسطين. فمثلا الطلاب أو العاملين في هذا مثل عبد الجليل في السعودية، ربما هو سيأتي إلى هذا المنتدى، لكن العرب حتى الآن ليسوا بالمستوى المناسب لهذه التظاهرة التاريخية. مثلا في إسرائيل هناك بروفيسور يعمل بشكل قوي ولديه مركز أبحاث ضخم في هذا الموضوع. الأصل أن العرب يجب عليهم أن يعطوا حق هذا العمل، أن يقدموا الجهد المناسب، لكنهم في السنوات الأخيرة بدأوا يفهمون جدية هذا العمل وأهميته. فهناك الكثير من المنشورات مثل مصر في العهد العثماني، الجزائر في الدولة العثمانية، اليمن في العهد العثماني، والبلاد بلاد الشام في العهد العثماني. هذه الندوات قمنا بتنظيمها بأكمل الدين إحسان أغلو ومعهد هيرسيكا. هذه الندوات أشعرت العرب أنهم جزءا من تاريخ الدولة العثمانية. نعم لدينا نحن هذا الخطأ في توحيد هذا الشعور، ولكن كمان أخواننا العرب يجب عليهم أن يعوضوا هذا الإهمال. أنا أشكرك جدا على هذه الصراحة أستاذنا الكريم، وصراحة نحتاجها عمليا. نحن حاولنا في هذا البرنامج أن نعكس بعض القضايا الموجودة في الأرشيف العثماني، بينا كيفية تعامل الإمبراطورية العثمانية سواء مع المغرب، سواء مع تونس، سواء مع الجزائر، سواء مع مصر، سواء مع فلسطين تحديدا، وقضايا الصراع ما بين الحركة الصهيونية قبل قيام إسرائيل وما بين الإمبراطورية العثمانية مع البحرين مع غيرها من دول العالم. حاولنا أن نظهرها للمشاهدين، ولكن عمليا نحن بحاجة إلى مثل هذه الجهود. كثير من الناس لا يعرفون أستاذنا الكريم أن السلطان عبد الحميد الثاني مثلا سجل فلسطين والموصل باسمه الشخصي. وثيقة كهذه أستاذنا الكريم تعني نصف النظرية السياسية القائمة اليوم، وثيقة واحدة فقط. لا يعرفون لماذا قام السلطان عبد الحميد بتسجيل سند ملكية خاص بمثل هذا الأمر. اليوم لو ظهرت هذه الوثيقة نحن أمام حق تاريخي لكل تركي في فلسطين، نحن أمام حق لكل مسلم بوصف السلطان عبد الحميد الثاني سلطاني. أنا صحيح لست تركيا، ولكن السلطان هو سلطاني، بالتالي هذه الوثيقة تلزمني وهذه الوثيقة تمت لي، بالتالي فلسطين لي. هذه الوثيقة إذا ظهرت وغيرها من الوثائق الأخرى أستاذنا الكريم، نحن أمام قراءة جديدة إذن للمشاهد. نعم لا شك أن موضوع فلسطين والأراضي العربية وموضوع الملكية في هذه الأراضي كانت مشكلة استطاع عبد الحميد الثاني أن يستوعبها. لذلك كان هناك الكثير من اليهود الذين لديهم اقتراحات مثل ثيودور هيرتزل، قال له الدولة العثمانية مدينة لنا، أعطونا جزءا من فلسطين، وأراد أن يقايضهم بهذا الأمر. لذلك عرف السيد السلطان عبد الحميد أن فلسطين في ورطة، لذلك ظن أن من بعده يمكن أن يقدم هذه الأراضي لمن سيطلبها مقابل شيء، فلذلك كتبها باسمه، يعني أملاك سلطانية أي أملاك شخصية تعود للسلطان. وبالتالي الإنجليز حينما يأتون بعده أو بعد قتله أو بعد ما أوته يريدون أن يشتروا هذه الأراضي أو يأخذوها. أريد أن أعطي مثلا مثالا، الإنجليز
صلاح الدين الأيوبي أرادوا أن يبحثوا في العراق في كركوك للحصول على سيف صلاح الدين، ولكن السلطان عبد الحميد الثاني أرسل رجاله لينظروا ما الذي يفعله هناك، فقالوا له أنهم يبحثون حتى مئات الأمتار للحصول على سيف صلاح الدين، لكن الحقيقة عرف أنهم يبحثون عن النفط في هذا الوقت وليس عن سيف الصلاح. لذلك إذا نظرنا أنه القوة التي كانت تتمتع فيها الدولة العثمانية في عهد عبد الحميد كانت محدودة، والقوة الإنجليزية كانت تعتمد على الدبلوماسية وعلى الكثير من مراكز القوة من خلال المعاهدات الدولية. لذلك عبد الحميد حينما عرف أن القدس والفلسطين في خطر جعلها في ملكيته الخاصة حتى تباع. حقيقة أنا سعيد جدا بهذه الاستضافة، وسعيد جدا أستاذنا الكريم بأن تكون ضيفا علينا وبهذه المعلومات التي تفضلتم بها، ولكن يعني نحتاج اليوم إلى التاريخ، ونحتاج اليوم إلى قراءة التاريخ، ونحتاج اليوم إلى إعادة فهم التاريخ، لأن مشكلتنا ليست في تويتر وفيسبوك ومعرفتنا بالتكنولوجيا المعاصرة، مشكلتنا أننا نجهل تاريخنا. إذا كنت توافقني أشكرك حقيقة حضرة البروفيسور دكتور محمد إبشلي. أنا أشكرك على هذه الأسئلة المركزية، الأسئلة الحياتية التي سألت بالنسبة للمنتدى، ولدي اقتراح بهذا الموضوع. هذا المنتدى له الثاني والثالث والرابع والخامس، يجب أن يكون هذا هو عبارة عن تقليد وعادة، وهذه توصية نعتمدها ونرسلها إلى العالم العربي بكل مؤسساته الفاعلة وذات العلاقة لتشترك في هذه المؤتمرات ولتعقدها في المرة القادمة في بقاعنا العربية عمليا، من أجل أن تنقل هذه الندوة من تركيا إلى عالمنا العربي بشكل متدحرج حتى نفهم تاريخنا بشكل سليم وسوي من مصادرنا الذاتية. نشكركم جدا حضرة البروفيسور، وندعوك مع مشاهدينا الأكارم إلى متابعة لوحتنا الكاريكاتورية لهذا المساء وسجلات الطابو العثمانية. ولازلنا مع القراءات التاريخية في زاوية قراءاتنا التاريخية لهذا المساء، نحملكم إلى رسالة من رحم الأرشيف العثماني أيضا. هذه الرسالة من كبير الطوارق إلى سلطان الدولة العثمانية: لا تنخدع بدسائس المحتل الفرنسي، نحن سندافع عن الثغور حتى آخر رجل، نحن منكم وأنتم منا. قراءات في عمق الجغرافيا البعيدة، قراءات في عمق ذاتنا المنسية، نطرحها على حضراتكم في رسالة خاصة من الطوارق إلى السلطان العثماني حتى تفتح جزءا من جوانب الفهم الواجبة واللازمة في عالمنا المعاصر. قراءتنا هذه والزميلة رشيدة الفطماوي. كان شيخ الطوارق أكبر يونس يعرف نتائج السفرات التي يقوم بها الفرنسيون إلى إفريقيا، ويدعون بأنها لأسباب ودية، ورفضوا مرورهم من أراضيهم لأن سماحهم بالمرور منها كان يعني الاحتلال لأراضيهم، ولكن الفرنسيين كانوا مصممين ودخلوا أراضي القبيلة بالإجبار وحاربوا، فمات الفرنسيون كلهم تقريبا في الاشتباكات التي اندلعت. كان الشيخ أكبر يونس يعرف أيضاً أن الفرنسيين لن يتركوا هذه القضية، وكانت الجزائر منذ مدة طويلة تحت الاحتلال الفرنسي، وكانت تونس على وشك الاحتلال، ولم تكن هناك أي مساعدة يمكن الحصول عليها من المغرب، وكان الحل الوحيد هو إخبار السلطان عبد الحميد الثاني بما حدث عبر رسالة. بدأ الشيخ أكبر يونس رسالته التي كتبها باللغة العربية، ولازلت محمية في الأرشيف العثماني، بتذكير السلطان بأنهم تابعون للخليفة العثماني منذ قرون، وبعده يخبره أن عدو الله ورسوله
يريد احتلال بلاده وأنه منع ذلك مع رجاله. ولكن ما يخيف الشيخ هو أن يضغط الفرنسيون عليهم ويجبرونهم على الاتفاق بوساطة السلطان العثماني. فأعلن الشيخ أكبر يونس بأنهم لن يطيعوا في حالة حدوث ضغط من هذا النوع. أما الطلب الآخر لشيخ الطوارق فكان إرسال الأسلحة النارية لأجل منع هجمات الفرنسيين الجديدة، ولكن العبارات التي وردت في الرسالة بعد هذا ملفتة جداً للنظر. أما قصة وصول الرسالة إلى إسطنبول فكانت غريبة عجيبة. عندما وصلت الرسالة إلى إسطنبول عبر طرابلس الغرب، كانت الدمغة الشمعية قد تمزقت وتم فتح الظرف. فسأل السلطان عبد الحميد الثاني ولي طرابلس الغرب محمد نظيف باشا عن سبب فتح الرسالة عبر البرقية، وطلبه بتزويده بمعلومات مفصلة عن قبائل الصحراء في نفس الوقت. شرح الوالي في تقرير أرسله إلى إسطنبول قصة الرسالة والمعلومات التي جمعها عن القبائل. فتح البريد الفرنسي الذي يقوم بتوزيع الرسائل الرسالة وسلمها له بشرط أن يقرأها أمامهم، وفعلا حدث ذلك. ولم يكتفي الفرنسيون بفتح الرسالة فحسب، بل قاموا بنسخها كذلك. وعندما نشرت ذكريات العقيد الفرنسي فلاترز بعد وفاته بسنة في باريس، كانت ترجمة هذه الرسالة كاملة إلى اللغة الفرنسية موجودة كذلك في ذكرياته. الدكتور أسامة القاضي كغيره من السوريين اليوم يبحثون عن هوية سوريا ويجيشون الشارع السورية من أجل بناء سوريا الجديدة، مرحلة انتقالية يخوضها الشعب السوري من أجل بناء ذاته بناء على مؤسسات السند المعرفي أو مؤسسات الدراسات والأبحاث الواجبة في كل دولة من أجل قياس الرأي والرأي العام وبناء التطلعات والتوجهات بناء على الأمزجة الشعبية. هذه القراءة يصحبنا فيها الزميلان علا راغب أولو وحسيب عرقاوي وقراءة في الواقع. يتعالى الشعب السوري على كل آلامه وجراحه، يعد نفسه لما بعد سقوط النظام، يضع الخطط للتنمية وإعادة الأمن والاستقرار. ومن ضمن هذه الخطط كان المؤتمر الأول للمركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية تحت اسم إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، مواجهة التحديات وبناء رؤية مشتركة من أجل المستقبل. وضمن فعاليات المؤتمر التقى فريق البرنامج مع الدكتور أسامة القاضي رئيس المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية، حيث أفادنا في لقائه عن رؤيته لما تحتاجه المعارضة السورية من أجل تشكيل حكومة انتقالية. الحقيقة تحتاج المعارضة السورية أن تتوافق على أجندة سياسية وإدارية من أجل مستقبل سوريا القادم، لعل أولها أن يكون تشكيل حكومة انتقالية تقوم بإدارة وتسيير أمور البلاد. هناك عدة طروحات الحقيقة للخروج من عنق الزجاجة الموجودين فيها. أنا أعتقد شخصيا أنه التوافق على شخص رئيس الوزراء أن يكون مستقلا ومن التكنوقراط ما بين أطياف المعارضة كلها بما فيها المجالس العسكرية والثورية والمدنية والحراك الثوري وكل والمجلس الوطني السوري، أن يتوافق الحقيقة على شخص رئيس الوزراء المستقل من صاحب الخبرات في عالم المؤسسات الحكومية حتى يستطيع تشكيل حكومة مؤقتة. كما أشار بأنه لا يتفائل بأي مبادرة بما فيها مهمة الأخضر الإبراهيمي في حال لم تبدأ بطلب تنحي الأسد. والحقيقة كنا دائما متشائمين من أي مبادرات وكنا دائما نرحب بها، رحبنا بمبادرة كوفي عنان وفشلت. الأخضر الإبراهيمي بدأ رحلته المكوكية بفشل هدنة العيد، أكثر من 200 تجاوز من قبل النظام. لا يوجد لدينا الحقيقة أي تفاؤل من أن الأخضر الإبراهيمي سينجح في مهمته. رأينا أن هذه المهمة ولدت ميتة، لا يوجد هناك أي مبادرة إن لم تبدأ
بتنحي بشار الأسد فورا. فلا أعتقد أن الأخضر الإبراهيمي يعني يمكن أن يوقف آلة الذبح. على الأخضر الإبراهيمي برأيي أن يقف موقف رجولة ويقول مهمتي فشلت وأحمل النظام مسؤولية فشلها، وأدعو الأمم المتحدة والناتو بأن يتدخل فورا من أجل حماية هذا الشعب السوري المظلوم. وفي نهاية اللقاء وجه القاضي رسائل إلى الأخوة العرب وإلى العالم طالبا منهم دعم الشعب السوري من أجل إيقاف إراقة الدماء في سوريا. سوريا، سوريا بحاجة إليكم، سوريا بحاجة إلى تركيا، سوريا بحاجة إلى الوطن العربي، سوريا بحاجة إلى العالم. سوريا الآن شعبها يموت تحت الحصار لكنه يموت كبطل. سوريا تحتاج الدعم النوعي لجيشها الحر. سوريا تحتاج دعم إغاثي. غير معقول أن يكون هناك أكثر من 83 صديق للشعب السوري ولا يستطيع أن يوقف إراقة الدماء. الحقيقة نحتاج لمن يدعم الحكومة التركية في ذلك. نحتاج لمن يدعم الحكومة التركية التي حقيقة تقف فعلا مع الشعب السوري، لكنها هي تحتاج إلى قرار دولي. تركيا تناديكم من أجل قرار دولي حتى تحمي حتى أرضها. أنتم وجدتم أن سوريا، أن النظام السوري اعتدى حتى على الأخوة الأتراك. إذن لا أمان لتركيا حتى إلا بزوال هذا النظام، وعلى الناتو كون تركيا هي حليف فيه وعضو فيه أن يقفوا مع الأتراك موقفها رجولة لكي يحموا الشعب السوري. لم يطلب الشعب السوري كثير، طلب حظر جوي بسيط، طلب مكان آمن، طلب سلاح نوعي، طلب الدعم الإغاثي بقضه وقضيه. فنشكر الشعب التركي، نشكر الحكومة التركية، نشكر أصدقاء الشعب السوري. الشعب لا يقهر وهو المنتصر في النهاية. لذلك قال الشاعر العربي قديما: سنفهم الصخر إن لم يفهم البشر أن الشعوب إذا هبت ستنتصر. في عالم الفنون التقليدية العربية والإسلامية، فن التذهيب والفنون التقليدية التركية من الخط العربي والإيبرو والتذهيب ونحوها من الفنون الأخاذة، قراءة في معرض إبداعي اشتمل عليها بإذن من الأساتذة الكبار. جماليات اللوحات وعظمة هذه الفنون نطرحها على حضراتكم بعد قليل في الألوان السبعة. ومشروعنا ممتد ومستمر مع حضراتكم، ولا زالت جعبتنا ملأة، ولكن بانتظاركم بعد فاصل إعلاني قصير. تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم مجددا. سياحتنا الآن في لوحات إبداعية. في اللوحات الإبداعية نعرض لكم حرفة هامة، وهي حرفة الحفر على الخشب. هذه الحرفة القديمة الجديدة تحتاج إلى اندماج كامل ما بين روح الفنان والحرفي وما بين الصورة التي يريد أن يرسمها على لوحة الخشب الفنية التي تستحال من بين يديه قطعة فنية رائعة. زميلنا رامي عبد العال يصحبنا في جولة في عالم اللوحات الفنية. الحفر على الأخشاب فن من الفنون القديمة يهدف إلى التجميل وإضفاء الجمال على العمارة، والصناعات الحرفية تجلت من خلال الحضارة الإسلامية. وبالرغم من المستوى العالي الذي بلغته اليوم الصناعات، والتي كانت طوال عهود طويلة وحتى وقت قريب مصدرها الحرف اليدوية، إلا أن النقش لا يزال يحتل مكانة رائدة في كل بلدان العالم كحرفة جمالية وفنية راقية تسهم في إبراز شخصية الأمة وهويتها. فن النحت على الخشب من أقدم ما عرفه تاريخ الإنسان، بدأ به وأخذ يتطور معه على مر السنين حتى بات في كل منزل وفي كل مكان.
في البداية نقوم بتشكيل هذه الأشكال على الورق، وبعد ذلك نقوم بتقطيع الأخشاب وفق الرسومات الموجودة بين يدينا، وبعد ذلك نقوم بالتلاعب بشكل الخشب وحفره. وهذه الموهبة تختلف من شخص لآخر بحسب الطلب والأذواق، وهذا الفن عميق كبئر بغير قاع. تتمتع حرفة الحفر على الخشب بمهارة وتقنية وإبداع، صفات اختلطت بروح أصحاب الصنعة الذين قد يستغرقون عدة أشهر لحفر قطعة واحدة لتكتمل قطعة فنية رائعة التصميم. وتتنوع أنواع الأخشاب التي تستخدم للحفر، ومنها الحور والشيرين والزيتون. وقد استخدم الفنان العثماني أسلوب الحفر على الخشب لتشكيل رسومات وأشكال هندسية جمالية. استخدمت هذه الطريقة بشكل واسع لتزيين أبواب الغرف ونوافذ الحجرات والخزائن، كما عرفت على بعض الواجهات أو الأسطح، لتتحول بعدها إلى تحف وأعمال حرفية مليئة بالتراث العربي خصوصا الفلسطيني، حيث نرى مجسمات للقدس والمسجد الأقصى. إن الحفر على الخشب لا يقتصر على القطع النحتية فقط، بل إن جمال الزخرفة الخشبية تراه من خلال التحف النادرة في المساجد والأضرحة والبيوت القديمة الزاخرة بالنقوش والمنمنمات المبتكرة التي لا يزال بعضها باقيا حتى اليوم. وتمثل مجموعة التحف الخشبية كنوزا من فنون العمارة والزخرفة، كالسقوف المحفورة بالنقوش المذهبة والملونة ونحوها. فن يحول الخشب إلى لوحات إبداعية رائعة الجمال ترمز إلى التراث الإسلامي، وتشكل صورة حقيقية للتراث والأصالة وما تحمله المهارة اليدوية من فن وخبرة. لبرنامج الألوان السبعة، رامي عبد العال، إسطنبول. ولازلنا في عالم الفن، ولكن هذه المرة ننتقل بكم إلى الفنون التقليدية والكلاسيكية، فن الإبرو، فن التذهيب، وفن الخط. معالم من الجمال احتضنها قصر الدولما باتشي، جمال في جمال في جمال، إضافة إلى قراءات تزاوج ما بين عظم هذه الفنون وتاريخيتها وجمالياتها التفصيلية التخصصية. يسعدنا هنا في استوديو برنامج الألوان السبعة أن نستضيف أستاذة وفنانة على المستوى العالمي، الأستاذة نيلوفر كورفيز. أهلا وسهلا بك معنا الأستاذة والمدربة في المركز الفنون التركية الكلاسيكية. أهلا بكم. سنبدأ معك أستاذة نيلوفر، ولكن اسمح لنا بداية أن نطلع مشاهدينا الأكارم على تغطية قام بها زميلنا رامي عبد العال لمعرض تخصصي جرى في الدولما باتشي لهذه الفنون وللإقبال الشعبي والمؤسساتي والحكومي الرسمي على هذا المعرض. نطلعكم عليه ثم نعود لحوار ضيفتنا الكريمة. للعلوم محاضنها، وللتاريخ شواهده، ولجمال الخط العربي الممتزج بنكهة التذهيب الإسلامي رونقه الخاص. هنا تحديداً هنا في قصر الدولما باتشا تتزاوج الفنون العثمانية القديمة برعاية رئيس مجلس الأمة جميل شيتشيك، وبحضور كثيف للعديد من الفنانين والمواطنين والمهتمين بفن الخط العربي والإبرو ونحوها. في الحقيقة إنه معرض جميل جدا، جمع بين العديد من الفنون مع وجود كم كبير من الفنانين الإبداعيين في الخط والإبرو، وأنصح الجميع بمشاهدة هذه الأعمال الجميلة. المعرض تناول العديد من اللوحات الإبداعية التي وصل عددها ل130 لوحة مختلفة، سواء لفن الخط العربي أو الإبرو. قام بحياكتها الأساتذة الأتراك وتلاميذهم، فكانت اللوحات عبارة عن سيمفونية عشق رائعة جمعت بين الإيمان والفن والجمال، لتسحر الناظرين بالتذهيب للوحات الخط والإبرو، ولتأخذهم لعصر الفنون الكلاسيكية التركية القديمة. معرض يختص بالفن الإسلامي التركي كالخط العربي والتذهيب والإبرو بمشاركة واسعة لمبدعي تلك الفنون على مستوى تركيا، فخرج المعرض كلوحة إبداعية رائعة.
ومما لا ريب فيه أن القرآن الكريم يعد أهم وأبرز الكتب التي نالت اهتماما من المذهبين والخطاطين على مدار التاريخ الإسلامي، كما يظهر فن التذهيب بوضوح في المخطوطات القديمة سواء تلك المكتوبة بالعربية أو بالتركية العثمانية أو بالفارسية، وكذا في بعض القرارات العثمانية والتوقيعات السلطانية الشهيرة بتعبير طغراء عند الأتراك، وكذا في اللوحات الكتابية للجوامع والكسور والمقابر والتكايا وفي المنمنمات على اختلاف أشكالها. لا شك أن عمل قطعة فنية يستهلك الوقت الكثير، لكنه في النهاية نحصل على قطعة إبداعية لا مثيل لها، ولعل هذا المعرض خير دليل على ذلك. لبرنامج الألوان السبع، رامي عبد العال، اسطنبول. هنا بالأستاذة نيلوفر كورفيز، فنانة وأستاذة في مركز الفنون التركية الكلاسيكية، أهلا وسهلا بكم. بداية، حبذا لو وضعتنا بأجواء هذا المعرض، كيف كان هذا المعرض وما هي دلالته ورسائله؟ نعم، معرضنا يتكون من أربع فنون رئيسية: الخط والإبرو والتذهيب. نعم، هذا المعرض له رسالة خاصة، لأن هذا المعرض هو جسر بين التاريخ والحاضر، هو جسر ينقل الفن والرؤية الفنية من جيل إلى جيل. لذلك قامت القصور القومية أو الوطنية باستضافة هذا المعرض. هناك الكثير من الأمور التي ننقلها للأجيال القادمة، ولأننا نعمل لهذه الرؤية، فإن قصر الدولمباهتشة والقصور القومية استضافت عملنا. هناك الكثير من الأعمال التي تعتمد على الرؤية الشخصية والتأويل الشخصي للفن، وهذا الأمر مهم جدا. أستاذ نيلوفر، يعني أود أن أسألك حقيقة، يعني الأعمال الفنية في الفنون التقليدية الكلاسيكية أعمال هي غاية في الجمال، ولكن أن يحتضنها قصر الدولمباهتشي فهذه يعني كما يقال درة في درة أو جمانة في جمانة أو ذهب في ذهب. عمليا ما دلالة احتضان قصر الدولمباهتشي الذي هو تحفة فنية بحد ذاته لهذه المعارض الكلاسيكية التاريخية؟ يعني هذه نقطة جميلة جدا قمتم بالطرق عليها. نعم، هذا الأمر مربوط في القصور القومية، القصور القومية أو الوطنية من ضمنها القصر الدولمباهتشي، وهو قصر له دلالة جمالية تاريخية. وجود هذه الأمور في قصر الدولمباهتشي هي كما قلتم جمال من جمال. هذا الأمر بالنسبة للمتفرج يحمل معنى جماليا مهما إضافة إلى المعنى التاريخي لهذا الفن. هناك رسالة نقوم بها: إذا كان الفن هذا موجود في مثل هذا القصر، فإن هذا يعني أن الفن فتح آفاقا جديدة للأمور التي يهتم بها، ويهتم بأمور جديدة بطريقة أكبر بشكل تجعله أكثر تعقيدا وأكثر اهتماما. الأستاذ جميل تشيتشيك رئيس مجلس الأمة حضر هذا المعرض بنفسه، وكان هناك دعم وغطاء حكومي حتى لهذا المعرض الفني. هل هذه دلالة اهتمام على المستوى الرسمي بهذه المعارض وضرورة تفعيلها حتى يطلع عليها الجيل المعاصر أستاذ نيلوفر؟ نعم، لا شك في هذا الأمر، هذا أمر صحيح وأمر يبعث السرور في قلوبنا، الدعم الرسمي لهذا العمل والمساندة الرسمية لنا هي أمر يساعدنا على نقل هذا الفن إلى الأجيال القادمة، لأننا كنا نعمل ذلك في أماكن محدودة وفي بيئات محدودة، ولكن هذا الأمر أعطانا مساحة أوسع وتطور أقوى من السابق، واستطعنا أن نحصل على تسارع في العمل، وهذا الدعم كلما ازداد سيزداد تصميمنا على العمل. وهناك أيضا إضافة إلى المستوى الرسمي كان هناك حضور لفنانين ولقطاعات واسعة من العمل المدني والأهلي،
إضافة إلى حضور لافت يعني شاهدناه من خلال التقرير للمواطنين الذين يعني أموا ساحات وميادين هذا المعرض المميز. هل هناك تفاعل فعلي بوجهة نظرك ما بين الجمهور التركي وما بين الفنون التقليدية لغاية يومنا هذا أستاذنا اليوفار؟ نعم نستطيع تقييم هذا الأمر من خلال الرجوع إلى الماضي. إذا تحدثنا عن قبل 20 سنة فإن هذه الفنون كانت تقام في بيئات محدودة ولشريحة معينة، ولكن الآن هناك الكثير من المؤسسات والمؤسسات الرسمية والمحلية التي تدعم ذلك والذي جعل لها رواجا عند الشعب. لذلك هذا الأمر جعل هذا الأمر مفتوحا للجميع، جعل هذا الأمر مفتوحا على جميع الشرائح سواء كان رجال أعمال أم المواطنين العاديين أو المؤسسات الأخرى، وبالتالي فإن هذا جعل البيئات الموجودة في تفاعل وتكامل، واستطعنا من خلال هذا التفاعل أن نحصل على هذا الدعم الرسمي. جميل. والعمل في هذا الأمر بهذه الحيوية يجعلنا مسرورين ويجعلنا مصممين أكثر على نقله للمستقبل. أستاذة لوفر كورفيز كمختصة وكأستاذة وكفنانة إبداعية على المستوى العالمي، سأطرح عليك هذا التساؤل. عمليا 130 لوحة لكم أنتم الأساتذة الكبار وللجيل الجديد، 130 لوحة اشتمل عليها المعرض، نحن نتحدث عن كم ممتاز لا بأس به، وأيضا عن أعمال احترافية على مستوى عالي جدا. ما هي القراءة الخاصة التي أردتم أن ترسلوها هنا؟ هل هذا الفن حي وسيحيا؟ هل هذا الفن قوي وسيبقى قويا؟ هل هذا الفن أننا سنترك بصمتنا واضحة على الأجيال القادمة؟ نعم، نحن نترك بصمة كبيرة للأجيال وسوف تتسع رقعت هذه البصمة. نحن نتحدث عن معرض للأساتذة وللطلاب، لكل أستاذ يعني عمل أو عملين، والأعمال الأخرى هي تعود للطلاب. هذا يعني أن العمل لا يترك فيه الأساتذة فقط بصمتهم وإنما الطلاب أيضا. الذي نريد أن نقوله أنها كانت قوية جدا وأصبح هناك فجوة في هذه الفنون عبر التاريخ، ولكن بعد ذلك نهضنا به واستطعنا أن نطوره وأن نعيد له مجده وأن نستطيع أن ننقله إلى اللانهاية إلى الأجيال الآتية. أردنا أن نريد أن نقول أن حتى الذين لا يهتمون في هذه الفنون سوف يهتمون هنا بها أيضا. يعني يقال أن الخط العربي والتذهيب توأمان، بمعنى الخط العربي له جمالياته الخاصة، ولكن إذا اقترنا بالتذهيب نحن نتحدث عن جمال أعلى، فما بالنا ونحن نتحدث عن الخط والتذهيب والإيبرو في لوحة واحدة؟ نحن أمام مشاهد تبعث يعني حقيقة عبق الجمال وروعة المشهد التفصيلي في كل زاوية وتفصيل فيها، ألا تتفقين معي بذلك؟ طبعا أنا وافقك على هذا الطرح. أنا وافق على أن الجمال القرآني بكلماته بألفاظه نستطيع تجميلها من خلال الخط وبالتذهيب. نعم هناك لوحات تذهيب ولوحات خط منفصلة، ولكن إذا جمعنا جمال الخط إلى جمال التذهيب فإننا نحصل على شيء مرئي جذاب. لكن هذه الفنون إذا استطعنا أن نجمعها في تكامل نكون قد نجحنا. لكن أكثر هذه الأمور تكاملا هي كما قلتم الفن، فن الخط والتذهيب. نعم، وأنا كما دائما أقول يجب أن لا ينفصل الخط عن التذهيب، ولا يجب فصل التذهيب عن الخط، هم لوحة إبداعية متكاملة. هل تدعمين استمرارية مثل هذه المعارض؟ هل تدعمين إلى توسيعها خارج إسطنبول، أن تكون متدحرجة من ولاية إلى ولاية أخرى، وحتى أن تخرج إلى خارج تركيا، أن يكون هناك معرض بمثل هذا المعرض العملاق عمليا الذي شهد إقبالا كبيرا يخرج خارج إطار إسطنبول وخارج حدود تركيا عمليا من أجل التعريف بهذه الفنون الريادية؟
نعم لا شك يمكن فعل ذلك لأنه قمنا بمثل هذه الأمور من قبل. جميل. ونحن كقصور الوطنية فإننا نعمل في إسطنبول وخارج إسطنبول وفي الدول الأخرى، هناك الكثير من الأعمال التي نقوم بها وهناك بعض المقابلات التي نقوم بها مع الآخرين. في السنوات الأخيرة أصبح هذا الأمر مكثف بشكل أكبر، ولكن في السنوات القادمة فإننا سنقوم إن شاء الله بعمل هذه الأمور. لقد أعطيت لنا وعودا بذلك، نحاول نعم أن نوسع هذا الأمر، أن ننقله من مستودع إلى مخازن أكبر للفنون. ماذا تقولين للجيل الجديد؟ ماذا تقولين للذين يقبلون على تعلم هذه الفنون من الذين يبدأون مشوارهم معها حديثا؟ ما هي رسالتك وما هي القيم التي تزرعينها فيهم أستاذة نيلوفر عمليا؟ نعم، في البداية أنا أعلم وأوصي المهتمين بالصبر، لأن هذا العمل يحتاج إلى الصبر. الذي يملك الصبر الجام والذي يستطيع أن يجعل الفن طراز حياة بالنسبة له هو الذي سينجح. لذلك فأنا دائما أنصح بأن يبدأ الناس هذا الفن من السنوات الأولى من أعمارهم، من أعمار الصغيرة. يجب يقال هناك يجب أن يربط الفن بالعشق، لأن الفن لا يمكن أن يكون فقط يعني أمر يقوم به الشخص أيام وسنين، ولكن هو أمر يجب أن يعشقه الإنسان، أن يعيش معه الإنسان. وإن من باعث السرور أن الكثير من الناس هم يرتبطون بالعشق بهذا الفن، وأنا أوصيهم أن يقرأ من يهتم بهذا الفن بكل ما يتعلق به، وأن يطوروا أنفسهم للتجديد والإبداع أكثر من التقليد، ليستطيع أن يخرجوا للعالم بأشكال أخرى ويستطيع أن يحيوا هذا الفن. جميل. للأسف بقيت أمامي دقيقة ونصف عمليا، واعذريني سأطرح عليك تساؤلا. إنشاء يعني المركز الخاص بالفنون التركية الكلاسيكية هنا وعملكم فيه كمدرسة إضافة إلى الأساتذة الكبار، هل ترين أنه يسهم في تعزيز هذا الفن وبث روح الحياة فيه عمليا كمركز تخصصي أقصد؟ نعم طبعا، يعني أنا أوافق على ذلك لأن هذا يساعد على أستاذتنا يعني هذه المراكز. اسمحي لي هنا يعني أنا أقتبس هذه الأمور وهذه المراكز عمليا لأن الوقت داهمنا عمليا وعذريني لذلك، ولكن هي رسالة أحببت أن أرسلها إلى أحبابنا الكرام في العالم العربي. إنشاء مثل هذه المراكز الإبداعية التخصصية عمليا هي رسالة قوة، هي رسالة فهم للتاريخ ولجماليات التاريخ وللفنون التي لا بد لنا أن نحافظ عليها. إقامة المعارض، الندوات، افتتاح المراكز التعليمية على أيدي الخبراء والمختصين والمحترفين في هذه المجالات سيسهم في تعزيز هذه الحالة الإبداعية للفنون ولتوارثها مع الأجيال. اسمحوا لي هنا أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذة نيلوفر كورفيز، وهي فنانة عالمية وأستاذة في مركز الفنون التركية الكلاسيكية. نشكركم على تشريفكم لنا استوديوهات الألوان السبعة. وأحبانا الأكارم، حان موعدنا الآن مع لوحة كاريكاتورية جديدة نترككم معها بلا تعليق. يا روح غزة
يا روح غزة عربدي بشغافنا العز أبهى من هوان صموتي. بدأنا بفلسطين وننتهي بها، وأحبانا الأكارم على موعد مع ابتسامات أخرى في أصقاع أخرى بإذن الله، وعلى نظرة الأمل والتفاؤل نودعكم. ولا تنسوا عناوين التواصل التي تجمعنا سويا في عالم الألوان السبعة على فيسبوك وعلى تويتر، وأيضا على الإيميل الخاص بالبرنامج. ننتظر مشاركاتكم وتفاعلكم معنا، ولكم من أنقرة ومن إسطنبول ومن الفريق العامل في الألوان السبعة كل المحبة، ولكم مني نزار الحرباوي كل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.